فيديو على السريع، توافق رجل الأسد مع امرأة السرطان. باختصار، رجل الأسد في حياته لابد أن يتقابل مع امرأة برج السرطان. لو أنت امرأة السرطان هتقابل في حياتك رجالة الأسد، لو أنت رجل الأسد هتقابل في حياتك نساء السرطان. هناك يعني مصادفات كتيرة جدا بتحصل في الحياة ما بين البرجين دول كده كده، لأن مواليد السرطان عددهم كبير في البلد، في أي مكان تروحوا تلاقي مواليد برج السرطان، وفي نفس الوقت لأنهم برجين متجاورين، ولأن الشمس تحكم الأسد ولأن القمر بيحكم السرطان، وبالتالي الشمس والقمر يعني معروفين إن هما النورين اللي بينوروا الكون. الشمس بتنور البلد ولا بتنور الدنيا بالنهار، والقمر بينور الدنيا بالليل، وبالتالي دول اسمهم مش عارف كده ايه كده في الفلك اسمهم النورين، اللي هو نور الليل ونور النهار كده، هم دول المهمين قوي يعني. فنركز مع بالانجليزي اسمهم التو إيلومينيتور. حلو كده، عرفت انطقها. يعني المنورين او الاتنين اللي بينوروا السماء، الشمس والقمر. فدايما في حياتك كلها لازم تقابل السرطان والاسد مع بعض. على الرغم من كرهنا الشديد كرجال الأسد لطبيعة امرأة السرطان، الطبيعة المايعة الدلوعة، الطبيعة الضعيفة، الطبيعة الاعتمادية الاتكالية، الطبيعة الحساسة الزايدة عن اللزوم، تعلقها بالأهل والعائلة، كل العيوب الموجودة في شخصية امرأة برج السرطان، على الرغم من قرفها وسنينها السوداء اللي عمرها ما بتيجي واحدة كده عاقلة، وعلى الرغم إن هي دخلت مستشفى العباسية الصرية الصفراء الدور الثالث غرفة رقم 7 وكانت منومة في المستشفى وعندها أمراض لا نهاية لها ولا أول لها ولا آخر، ولكن للأسف الشديد من سوء حظ رجل برج الأسد إن هو تقابل مع امرأة السرطان وامرأة العذراء برضو، لأن هي فالتسجيل اتقطع. فالمهم، لو رجل الأسد يبحث عن امرأة تناسبه بشكل عام أو ممكن تمشي معاه يعني، وممكن يدعسها ويبهدلها وتمشي معاه مظبوط زي الألف، وتكون ست بيت وأم العيال وشريكة حياة، فقد تكون امرأة السرطان هي امرأة مناسبة، على الرغم من ان انا لازم انصحك ان امرأة السرطان امرأة بالنسبة لنا هي امرأة تعوي وتعول ومش عارف ايه كده، وتعوي وتحب العويل بشكل كبير يعني، واحدة ام دميعة هتعيط وتقرفك وتحس كده ان انت متجوز طفلة من حضانة الاطفال، على الرغم لو عمرها 30 عمرها 35 عمرها 40، فيها نفس حركات الاطفال كأنك لسه موديها الحضانة ولسه جايبها من الحضانة، حاجة قرف. فانت استحملها وخلاص، او يعني استحملها على قد ما تقدر، ما قدرتش تستحملها خلاص خلاص تتكل على الله، وانت من سكه وهي من سكه، ولازم لازم تشوف الخريطه التوافقيه بين الطرف. ما تجيش تقول انه التوافق ما بين رجل الاسد وامراه السرطان حلو، يعني الحقيقه مش كده، الحقيقه ان هو مش حلو قوي، هو حلو نص نص. احنا بنتلاقى كتير، مش معنى ان احنا بنتلاقى كتير يبقى احنا متوافقين، لا حبيبي، ممكن يكون ابتلاء وغضب وسخط من فوق 7 سماوات، يمكن عقابا ليك من الله، ربنا بيسلط عليك النسوان البرج ده، في كل مكان تروحهم تلاقيهم موجودين في وشك. دخلت اي مكان تروحه، تسافر تروح تهاجر تطلع تنزل تتوظف تسيب الوظيفه تدخل الوظيفه، هتلاقيهم في وشك، هتلاقيهم في وشك. ها يعني هذا هو القدر المكتوب عليك يا ولدي، هو ده حظك المحظوظ في الدنيا، اينما هاجرت وسافرت ستجد النوعيه دي من الاشكال الضاله دي في حياتك. فانت حاول تفهم طبيعتهم بدلا من ان تتجنبهم، لانك لو هتتجنبهم مش هتلاقي حد تتجوزه كتير. فانت افهمهم، ذاكرهم، اعرف طبيعتهم الخايسه الماسخه السامجه اللي ما منهاش اي فايده في الحياه، وشوف كيف هتتعامل معاهم، يعني اتعامل مع الواقع. رفضك للواقع مش هيغير شيء، رفضك للواقع معناه انك لازم تخلق واقع جديد وتروح تعيش في بلد تاني او في مكان تاني بعيد، لكن نفترض ان كل ما تهرب من الواقع تلاقيه في وشك، هو نفس المشكلة، نفس البشر، نفس الانسان، نفس الطبيعة، نفس المشاكل، نفس الشكاوي، نفس الصفات، نفس الطبع، نفس كل شيء في المرأة الاولى هي المرأة التانية. يعني في مصر في نسوان السرطان، في سوريا في نسوان السرطان، في لبنان في نسوان السرطان، في الخليج في نسوان السرطان، لو سافرت اوروبا هتلاقي نسوان السرطان، سافرت في امريكا اللاتينيه هتلاقي نسوان السرطان، المصيبه لو سافرت الصين واليابان هتلاقيهم هناك. ففي كل مكان تسافروا تلاقي الرمم دول، فانت لازم تفهم الرمم دول وتعرف كيف تتعامل معاهم، لانه بطبيعه الحال المرأة دي حواراتها كتير وافلامها كتير. المرأة المؤفلمة اللي كل يوم تقوم الصبح من النوم تعمل لها فيلم، كل يوم فيلم جديد وحلقة جديدة من مسلسل الدنيا ومن مسلسل الحياة يعني.
التوافق على صعيد الين واليانج، الطاقة الذكورية والطاقة المؤنثة. المفروض ان الاسد هو الذكوري والمرأة السرطان هي المؤنثة، وكده في يعني تفاهم ما بين الطاقتين، الرجل رجل والمرأة مرأة، صح كده المعادلة تمشي. فمطلوب منك بس، مطلوب منك مش مطلوب منك حاجة، منك تعيش تعيش وتتعايش وبس، مش وحواراتها الكتير انت قفلها اول باول. يعني كل يوم ابوها وامها واهلها وعيلتها اتفق معاها على الموضوع بتاع العيله، ان انت متجوزها هي مش متجوز اهلها وعيلتها. النقطه الثانيه موضوع الحساسيه الزايده عن اللزوم، وانت طبعا كالعاده بتجرح بالكلام، فكل كل كلمه تحسس منها، فهمها ان ده مش هيخلي العلاقه تستمر. المشكلة رقم ثلاثة حاجتها الزايدة للاهتمام، قول لها الحياة متوازنة وفيها عمل وفيها حياة اجتماعية، وما ينفعش الحياة كلها تكون حب ودباديب وورد والكلام ده، يعني في وقت للشغل ووقت للدباديب، بس عشان نبقى متفاهمين. المشكلة الرابعة هي الرومانسية. الأسد هو اللي أنا أعرفه إن في نسوان السرطان رومانسيين ورجالة الأسد رومانسيين، ممكن الرومانسية تركب مع الرومانسية، بس مش هو ده اللي هيخلي العلاقه تستمر، الرومانسيه ولا الحب والورد والدباديب والطلعات والخرجات والسفريات. يكفي ان يبقى فيه اتفاق او انسجام او توافق في العلاقه الجنسيه، ده في حد ذاته مبدئيا يخلي اي علاقه تستمر. لكن هو ولا حب ولا تفاهم ولا جنس ولا علاقه ولا احترام ولا لقاء ولا اي شيء، طب ما العلاقه تستمر على اساس ايش طالما ان ما فيهاش اي يجمع الطرفين مع بعض؟ طب هما تستمر على اساس ايش؟ على اساس البر والتقوى والعمل الصالح، وان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يعني برضو لما تيجي تتكلم اتكلم كلام منطقي وعقلاني وواقعي. هتيجي بقى في التعليقات في اليوتيوب تقول لك احنا ما يهمناش الجنس، احنا يهمنا الاحساس والمشاعر. يا ست اتنيه اللي كاتك الاعراف، سيبك من الاسطوانه اللي انت حافظها دي، بلا مشاعر بلا قرف، جاتك القرف انت ومشاعرك. هو اهم حاجه ان العلاقه تمشي، يبقى في اهتمام، في احترام، في يعني علاقه عميقه، في تواصل جسدي بس، وبس، وبعض من الرومانسيه والورد والدباديب وبس وخلاص، وعيش وتعايش. الانسان حواراته كتير وكل يوم فيلم جديد، ولو هتفتح لها باب الافلام هتقفلم عليك الى ما لا نهايه. لو انت من رجاله برج الاسد وتعاني من امراه السرطان، وانت شكيت في رجولتك وشكيت في نفسك وشكيت في صفاتك وافعالك، يمكن اعمل لك فيديو تاني اسفل فيه ولعن في المره دي، مع اني سفلت فيهم ولعنت بما فيه الكفايه. النسوان تجيب الهم، بس عيش وتعايش بقى وخلاص، يعني سلك، هم دول اللي موجودين في السوق. يعني اخره صبرك واخره تعوضك على الله انك تترمي مع الاشكال الضاله دي، على الرغم من ان مفيش توافق كبير قوي بالشكل الكافي، ولكن هو ده قدرك المكتوب. السرطان هو قدرك المكتوب يا ولدي، بس كده.